يعني تقييمك لكل هذه الجدلية، حقيقة جلسة بها الكثير من التجاذبات، بها الكثير من الجدل، الآن حتى مسألة فرز الأصوات التي نتابعها قبل أن تحدث بثواني كان هناك جدل حول مسألة شفافية التصويت، ما الذي تقوله بعد كل متابعتك لكل ما يجري؟ مساء الخير. نعم، في الحقيقة هنالك جدل كبير داخل قبة المجلس، لكن في اعتقادي أن هذا الجدل طبيعي. فالمسألة لا تتعلق بمجرد فصل القانون، المسألة تتعلق بخسارة حزب سياسي كان مشاركا في الحكم على امتداد 9 سنوات لأهم منصب سياسي وداخل الدولة، يعني أهم منصب من مناصب الدولة وهو رئاسة مجلس النواب. الرهان كبير جدا، ولذلك كان التشنج كبير جدا، يعني كان من الواضح ان هنالك تشنج. المساله متعلقه في كل الحالات بمحاسبه رئيس هيئه حكوميه او هيئه من هيئات الدوله ومؤسسه ذات ثقل من مؤسسات الدوله وهي مؤسسه مجلس النواب. هذه المحاسبه خلقت الكثير من التشنج طبعا، خاصة لدى أنصار السيد راشد الغنوسي الذي مثل اليوم هو يعني مثل التصويت أو على اللائحة صاحب الثقة مثل نوعا من أنواع المحاسبة السياسية وتحميله المسؤولية السياسية هو وحزبه على الفشل في إدارة البلاد امتداد. طب أستاذ طارق، مسألة الفرز الآن، يعني نتابع من الصور الفرز يحدث على الهواء مباشرة بشكل علني، لكن هل يتم المناداة صوت صوت على اسم كل نائب أم ماذا؟ لا، سوف يذكرون الأوراق، يعني سيقول هذه الورقة نعم مع أو ضد صاحب الثقة، هذه الورقة دون ذكر اسم صاحبها لأن هذا غير مسموح به في النظام الداخلي ولم يقع الاتفاق حوله في الجلسة العامة. يعني طيب، كان هنالك طلب البعض مثل هذا الطلب، ولكن يبدو انه الاتجاه نحو اعلان محتوى الورقه دون ذكر صاحبها. طيب، على العموم سيقع هو في الختام، مجلس النواب مطالب بان في اطار شفافيه ونزاهه التصويت مطالب بان يشرح موقف كل نائب وان يعلن مواقف الناس، يعني هذه في جميع اللوائح وفي جميع القوانين مجلس النواب يشهر ويقوم باشهار قائمه الاسماء التي صوتت مع او ضد او التي احتفظت وقائمه الغائبين، هذه سنعرفها خلال ايام قليله، يعني لن يختفي كثيرا اذا كانت هنالك العاب سياسيه او اذا كان هنالك مواقف معلنه واخرى تحت الطاوله، كل هذا سيكشف في القريب العاجل، يعني اللعبه الديمقراطيه في تونس لا تسمح بمثل هذه. ما طبيعه اللي يمكن ان يكون قد حدث سيد طارق؟ يعني بعض محللينا بعض ضيوفنا توقعوا انه حصلت صفقه ما ليغير قلب تونس او على الاقل بعض نوابه رايهم الرسمي في اللحظات الاخيره، وهو تثبيت النائبه سميره الشواشي وهي النائبه الاولى للرئيس راشد الغنوشي كرئيسه للبرلمان على ان يتم الموافقه على سحب الثقه منه، هل تتفق أو لا مع هذه الفرضية؟ في الحقيقة يعني هنالك مؤشرات قوية على هذا الأمر، ولكن لا أستطيع أن أجزم نهائيا. المؤشر الأول هو استقبالها بالتصفيق عندما دخلت قاعة الجلسة، وهو ما يعني أنها عنوان بارز اليوم، لا يمكن استقبال نائب الرئيس أو أي عضو بالتصفيق بحرارة إلا إذا كان هنالك أمر سياسي متعلق به هو شخصيا. ثانيا، ترشيحها كامرأة قد يكون بديلا قويا يعني على راجل غنوشي، يعني المرأة في بديلا لحزب محافظ سيكون تأثير هذا البديل قوي، لذلك أرشح مثل هذه، خاصة مع الهجوم الذي رأيناه على السيد طارق رفيقي من قبل بعض النواب من كتلة النهضة أو من الكتل الصديقة والتابعة لها مثل ائتلاف كرامة. هذا الهجوم او هذا التشنج، قيل اقول هجوم، نوع من التشنج تجاه
رئيس الجلسه طارق لطيفي قد يعكس وجود نوعا من هذه الصداقات او تبدلا في مواقف بعض الاحزاب، خاصه انه بدانا نسمع ايضا نغمه نسجل التاريخ، بعض نواب حركه النهضه يقولون نسجل التاريخ، ونعرف ان من يسجل التاريخ هو عاده الخاسر او من يحس الخساره او من يحس ان الامور ليست في اتجاهه. باعتقادي ان سيناريو ثمين الشواشي ممكن، غير انه لابد من الاشاره ان المساله ليست اليه، يعني انها لا تمر اليا، النائب ليس لا يصبح اليا الرئيس، لابد من جلسه اعاده تصويت، جلسه اخرى لاعاده التصويت عليه. ولكن ما دامت الامور لم تصل الى حد اقاله كافه المكتب فان هنالك كل السيناريوهات تبقى مطروحه وهذا السيناريو يبقى مرجح. يعني قد تتفق انه هذا سيحدث في مسألة الفرز، هذه اللجنة الآن لجنة الفرز التي نراها ممن تتكون؟ يعني هل كل حزب يمكن أن يكون له عضو في هذه اللجنة للتأكد من مسألة الفرز، أم لجنة الفرز من في عضويتها؟ أستاذ طارق، أعضاء لجنة الفرز يقع انتخابهم يعني من خلال الجلسة، يقع تشكيل اللجنة ليس انتخاب، تشكيلها بفكرة أو خلفية ممثل عن كل كتلة نيابية. ولذلك فإن السيد حاتم المليكي وهو كتلة غير ممثلة داخل هذه اللجنة طلب في آخر الجلسة أن يكون ممثلا من خلال النظام التي طلبها، وهذا يعكس أن كل ممثلين كل الكتل الممثلة داخل هذه اللجنة التي أعتقد أنها يعني ستكون شفافة ولن يستطيع أحد أن يتلاعب بالنتائج أو ما إلى ذلك، على اعتبار أن اللجنة تتكون من جميع الكتل وممثلة بجميع القوى السياسية داخل المجلس. طيب ما الذي سيتغير في شكل حركة النهضة إن سحبت الثقة فعلا من راشد الغنوشي داخل البرلمان التونسي سيد طارق، ونعلم أنه الحركة ما زالت لها غالبية المقاعد داخل البرلمان التونسي كذلك؟ في الحقيقة المسألة سوف تؤثر بشكل كبير على حركة النهضة، على اعتبار أولا ضرب رمزية راشد الغنوشي داخل الحركة سيضعف موقف راشد الغنوشي وجماعته داخل الحركة، لأن لا يخفى اليوم هناك خلاف شديد حول إدارة حركة النهضة بين أبناء حركة النهضة، وهو أمر معلن ليس بدعة ولا نفتريه عليهم، بل هنالك عديد القيادات والرمزيات التاريخية مثل عبد الحميد جلاطي الذي غادر وأعلن أن مغادرته أحد بنوده هي غياب التفكير الشفاف والديمقراطي للحركة وانسحب، يعني هذا عبد الحميد جلاطي هو من هو، يعني هنالك غليان داخل حركة النهضة، هنالك تأجيل للمؤتمر، هنالك حسابات ما بعد راشد أو هل سيواصل راشد الغنوشي، كل هذه الحسابات تؤثر بشكل كبير على تناقضات أو الخلافات داخل حركة النهضة التي سوف تنقسم وفيما بينها، وأعتقد أن أضعاف كتلة أو موقف حركة الجماعة أو مجموعة راشد الغنوشي داخل الحركة. هل ستكون بداية لخروجها من المشهد السياسي سيد طارق، أم أنه هذا السؤال ما زال مبكرا؟ في الحقيقة هي الآن حركة النهضة ما زال مبكرا للحديث عن خروجها من المجلس السياسي، لكن الثابت أننا بصدد الآن وهنا نحن بصدد ملاحظة ومشاهدة تراجع هذا الدور التاريخي، مجرد أن تكون هنالك دعوة لسحب الثقة من راشد الغنوشي وضرب رمزية حركة النهضة داخل المجلس هو في حد ذاته تراجع سياسي، يعني هذه الحركة لم تعد بهذا الثقل، لم تعد بذلك الثقل الذي يمكن أن تتلاعب به بجميع الأطراف، وكما يقول المثل الفرنسي يمكن أن نخدع الجميع مرة واحدة ويمكن أن نخدع شخصا واحدا طيلة العمر ولكن لا نستطيع أن نخدع الجميع طيلة العمر. حركة النهضة كانت تلعب على تناقضات الأطراف السياسية وكانت تستطيع أن تجاري هذه الخلافات ما بين الأطراف السياسية المحيطة بها وتجد لها موقع المرتكب، اليوم هذا الموقع أصبح غير موجود. حركة النهضة في اعتقادي أنها مدعوة أكثر من أي وقت مضى،
بدعوات هي قطعة على قطها مع تنظيم الإخوان المسلمين وتونست نفسها، هي لا تريد أن تكون حركة تونسية. الجمهور الواسع من السياسيين يرفض فكرة أنها ممثل لحركة الإخوان المسلمين في تونس، لذلك فإن التعامل معها تعامل فيه بكثير من الحساسيات. نعم. اليوم يجب أن تتوقف عن يعني ما كانت تروجه من أنها أصبحت حركة فعليا ديمقراطية، اليوم عليها أن تصبح حقا حركة ديمقراطية تونسية، لا أن يكون لها مرجعيتها المحافظة، هذا شأن يعنيها، ولكن الارتباط وتنفيذ الأجندات سواء في تونس أو في دول الجوار بالأجندات التركية والقطرية، هذا الذي أصبح يعني متهما به، يعني حركة النهضة تتهم بأنها تنفذ هذه الأجندات، والكثير يدعوها إلى تونسة نفسها. أشكرك جزيلا على كل هذا.